وبمناسبة الفلوس الكتير دي، الدولار ارتفع حوالي ربع جنيه قدام الجنيه وسجل 48 جنيه و22 قرش، ده في تعاملات امبارح. وبمناسبة القروض الكتيرة اللي علينا، فاحنا لسه مكملين في موضوع القروض، وهيئة الأنفاق بتقترض 74 مليار جنيه. 74 مليار جنيه بتاخدهم هيئة الأنفاق قروض علشان تسدد مستحقات المقاولين. يعني عملوا مشروعات بالآجل ودلوقتي بياخدوا القروض بقيمة كبيرة، 74 مليار جنيه ده رقم كبير يخد علشان يسددوا المستحقات بتاعت الجماعة المقاولين. نشوف التفاصيل اللي كتبها الخبر في مصر الآن. بتقولك إيه؟ بدأت الهيئة القومية للأنفاق في سداد في إجراءات اقتراض ما يصل من 74 مليار جنيه من تحالف مكون من 10 بنوك بقيادة البنك الأهلي وبنك مصر لسداد مستحقات شركات عاملة في مشروعات حالية للهيئة، ده بحسب الشرق بلومبرج. هياخدوا قروض بضمانة من وزارة المالية، والقروض دي آجلة ل 15 سنة. كل عام وحضراتكم بخير. طيب بالمناسبة برضو في خبر يخص حضراتكم عن الأدوية، غلاء الأدوية بنسبة وصلت 150%. عايز دواء نغلهولك ونخليه متوفر، سياسة الحكومة المتبعة دائما 150%. يعني الحاجة لو بمئة جنيه دلوقتي هتقدر تلاقيها، بس اسمح لنا هنخليها بمئتين وخمسين جنيه.